السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. فيديو اليوم سيكون عن كيفية التخلص من الناموس أو الباعوض، أو حتى كما يسميها البعض بشنيولة. وفي هذا الفيديو سأريكم طريقة رائعة جدا، آمنة جدا جدا، بدون أضرار، للتخلص من الناموس نهائيا، وطبعا للحصول على الراحة اللازمة أثناء النوم. إذن لعمل هذه الخلطة أو هذه الوصفة الطاردة للناموس أو الباعوض، سنحتاج للمكونات الآتية. سنحتاج لخمس ورقات من ورق الغار، أو ورقة سيدنا موسى كما يسميها البعض، أو ورق الرند. هذه يعني العشبة أو هذه الأوراق رائعة جدا، رائحتها نفاذة، تساعدنا في التخلص من الكثير من البكتيريا والميكروبات. سنحتاج أيضا في هذه الوصفة للخزامى أو اللافندر، هذه العشبة الرائعة جدا جدا ذات الرائحة النفاذة وأزهارها البنفسجية، رائعة جدا في تخليصنا في العديد من الحشرات وأيضا من الزواحف. سنحتاج أيضا في هذه الخلطة لعشبة، لا أعرف كيف تسمى في بعض البلدان، ولكنها تشبه الزعتر لكن رائحتها مختلفة تماما عن الزعتر، تسمى عشبة فليو أو عشبة الفليو كما يسميها البعض، وهي بالفرنسية تسمى لاموند فوليو. أعيد، تسمى لاموند فوليو بالفرنسية إن شئتم البحث عنها، يعني هي تشبه الزعتر أو هي نوع من أنواع النعناع، تسمى لاموند فوليو. عندنا تسمى فليو، رائحتها نفاذة جدا جدا. إذن كل هذه المكونات تساعدنا في التخلص من الناموس والباعوض، وأيضا حتى نضمن ألا نصاب بلسعته المزعجة. إذن لنمر لعمل الخلطة. طبعا لعمل هذه الوصفة سنحتاج للماء، لدي هنا نصف لتر من الماء، سأضيف إليه خمس ورقات من الرند أو الغار أو ورقة سيدنا موسى، سأضيف أيضا مقدار ملعقة صغيرة من الخزامى تكون مملوءة، وأيضا من عشبة الفليو سأضيفها أيضا ملعقة صغيرة. إذا هذه المكونات بعد أن وضعتها في الكسرولة تضعونها على النار حتى تغلي جيدا جيدا، رائحتها مذهلة، جربوا ذلك وسترون بأنفسكم كم هي رائعة، رائحتها نفاذة وزكية جدا جدا. اتركوها لتغلي جيدا وبعد ذلك سنقوم بإزالتها من على النار. إذن ها هي، قمت من إزالتها من على النار، سأتركها لتبرد وبعد ذلك سنقوم بتصفيتها. طبعا بعد أن تبرد جيدا سنقوم كما ذكرت بتصفيتها، وبعد ذلك ستقومون بوضع يعني هذا المحلول في بخاخ حتى تقوموا برشه في جميع أنحاء المنزل. سيكون يعني عبارة عن مبيد للتخلص من الحشرات، نرشه في جميع أرجاء المنزل، هو آمن جدا جدا، حتى وإن نزل الرذاذ على يعني على الأثاث أو على الملابس لا بأس، فهو رائع جدا جدا، أو حتى إن لمس البشرة فهو غير مؤذي، لأنه عبارة عن مواد طبيعية وليست كيماوية كما باقي يعني المبيدات المنتشرة في السوق. تقومون برشه صباحا وأيضا مساء، يعني مرتان في اليوم ترشون جميع أرجاء المنزل، سواء المطبخ، غرف النوم، وجميع يعني أرجاء المنزل. طبعا بهذه الطريقة سنضمن عدم دخول الباعوض أو الناموس إلى المنزل، وهي أيضا ستطرد حتى الذباب، لأن رائحة هذه الأعشاب التي وضعناها في هذا المحلول نفاذة جدا جدا، ولها القدرة على إبعاد كل هذه الحشرات، لأنها تقوم بخنقها، وهذه الحشرات لا تستطيع يعني تحمل هذه الرائحة، تختنق ولا تستطيع التنفس، وبالتالي فهي تفر هاربة ولا تدخل للمنزل في لحظة يعني شم هذه الرائحة. يعني لكم الاختيار، أنا ذكرت يعني يمكنكم عملها مرتان في اليوم في حال يعني كان الناموس أو الباعوض كثير ومنتشر بشكل كبير في المنزل، يمكنكم رشها لأكثر من ذلك.
احتفظوا بالباقي أو املأوه في بخاخ، وفي كل مرة قوموا برشه في جميع أجزاء المنزل، خصوصا يعني في المساء، لأن يعني الناموس أو البعوض يظهر خصوصا في الليل، وعندما تطفأ الأنوار يظهر الناموس، لأن كما ذكرنا أن الناموس خصوصا الناموس الأنثى فهي تحتاج لدم الإنسان أو الحيوان حتى تستطيع أن تنضج بيضها لكي تبيضها، وبالتالي فهي ستستمر بإزعاجكم حتى تأخذ منكم القليل من الدم لتنتج بيضها. لذلك اعملوها ليلا حتى تبتعد عنكم تماما وتنعموا بنوم هادئ. إذا كانت هذه الوصفة للتخلص من الحشرات الناموس خصوصا والبعوض أو الجنيولة كما يسميها البعض، وكما ينتشر اسمها في بعض الدول منها المغرب. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الطريقة الآمنة جدا جدا للتخلص منها في وقت سريع وبطريقة آمنة. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوهم أيضا، وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.